السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 31 من بي تريبل ام بي، واخر محور بي بروسيس. واللي زي ما قلنا في المقدمه في الحلقه اللي فاتت ان احنا هنبتدي مع بعض كورس حقن كامل، وهنبتدي اول مرحله معانا مرحله التجهيز، واللي على قد ما تركز فيها كويس على قد ما هتريحك وتوفر على نفسك مجهود في المراحل الجايه واثناء الشغل، وكمان هيكون ليها تاثير على زمن الانتاج وجوده المنتج. يلا بينا نبدا. زي ما قلنا مرحلة التجهيز بتتقسم لقسمين، تجهيز الخامة وتجهيز القالب. هنبتدي النهاردة بتجهيز الخامة، وأول حاجة لازم تعرفها عن البلاستيك هو نشأة وتاريخ البلاستيك، ومين هو أول واحد اكتشف البلاستيك، وإيه الصدفة اللي لعبت دورها وخلت البلاستيك يبقى موجود معانا النهاردة، وده اللي اتكلمنا عليه في الحلقة 18 واللي هنسيب لكم لينك الحلقة بتاعتها في المصادر. تاني حاجة لازم تعرفها هي التقسيمة بتاعت البلاستيك، فالثيرموبلاستكس مقسومة لعيلتين أساسيتين، والتقسيمة دي اتقسمت بناء على الروابط اللي بتربط الجزيئات ببعضها. فعندنا عيلتين أساسيتين، عيلة السيمي كريستالين شبه متبلور، وعيلة الأمورفس اللي هو غير متبلور. لو قلنا ان السيمي كريستالين الروابط ما بينها بتبقى بالشكل ده، بيبقى فيها شبه منتظمة، فالروابط في عيلة الأمورفس الغير متبلور بتبقى بشكل عشوائي. طب ليه احنا بنقول الجزئية دي او التفصيلة دي؟ لان الفرق ما بين الروابط ده اولا غير ان هو عمل تفرقة رهيبة ما بين انواع الخامات هنا وانواع الخامات هنا، كمان في فرق في الاداء وفي الاستخدام في كل حاجة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. لو قلنا مثلا قوة التحمل، هنلاقي الامورفس عنده قوة تحمل اكتر من السيمي كريستالين. ليه؟ لان جزيئاته ليها روابط بشكل عشوائية، فالعشوائية في الروابط دي عملت تسليح في جميع الاتجاهات، فبقى عندها قوة تحمل اكتر من السيمي كريستالين اللي بيبقى التسليح بتاعه اقل، فقوة تحمله اقل. ولو هنتكلم على نسبة الانكماش، فالخامات اللي من عيلة الامورفس الغير متبلور عشوائية الروابط اللي فيها بتمنعها من الانكماش، فبيبقى الانكماش مثلا من 1 لـ 2%، على عكس الحال في السيمي كريستالين. الخامات اللي بتنتمي لعيلة السيمي كريستالين اللي هي شبه متبلورة، انتظام الروابط بتاعتها بيديها فرصة للانكماش اكتر، فنسبة الانكماش بتاعتها بتوصل من 3 لـ 4%. ولو جينا للشفافية، هنلاقي ان الخامات اللي بتنتمي لعيلة الامورفس ليها خاصية الشفافية اكتر من عائلة السيمي كريستالين. فمثلا لو ادينا مثال للايضاح، هنلاقي ان مادة البوليكربونيت اللي بتنتمي لعيلة الامورفس ليها شفافية عالية جدا، بتقرب من شفافية الازاز، بعكس مثلا مادة زي البوليبروبيلين اللي بتنتمي لعائلة السيمي كريستالين تلاقي فيها الشفافيه بتاعتها بيبقى فيها شبه بياض شويه، عمرها ما بتوصل لشفافيه زي البوليكربونات. ولو جينا للتاثير بالحراره، هنلاقي ان عيله السيمي كريستالين الشبه متبلور عندها ثبات تجاه الحراره على طول الزمن بالنسبه للامورفس. بمعنى مثلا لو انا سبت ماده زي البوليبروبيلين 10 دقائق في الفرن من غير ما احقنها، اسيبها بس كده اعرضها الحراره واسيبها فتره، اعرضها الحراره في درجه الانصهار واسيبها لفتره، واجي اشتغل بيها هلاقيها تقريبا بنفس الخواص بتاعتها وما تاثرتش. لكن لو سيبنا ماده مثلا زي البوليكربونات في الفرن بدرجه حراره الانصهار 10 دقائق، هتيجي تشتغلها هتلاقيها اتكسرت وتلاقيها اصفرت وهتلاقيها فقدت كتير من خواصها، وممكن كمان ما ينفعش تشتغل تاني. واللي واضح فيه اكتر المثال ده ماده زي البوليستيرين، بتنتمي برضو لعائله الامورفس وحساسه جدا للحراره، ما تستحملش الحراره مده طويله. ولو جينا للتاثير بالرطوبه، هنلاقي ان عائله السيمي كريستالين الشبه متبلور تقريبا ما بتتاثرش بالرطوبه، ولو اتاثرت بيها بيبقى تاثير خارجي او ظاهري بس. انما عائله الامورفس فهي الحقيقة بتتأثر بشكل ظاهري وشكل فعلي، بمعنى ان الرطوبة بتبان على المنتج بشكل خارجي، وكمان بتأثر على الوظيفة بتاعت المنتج ووظيفة الحقن. يعني هتلاقي في مشاكل اثناء الحقن، وهتلاقي مشاكل بتعيقك ان انت تطلع منتج سليم لو الخامة بتاعت الامورفس او الخامة اللي تنتمي لعيلة الامورفس مش متجففة كويس. مثال لخامات السيمي كريستالين زي البوليبروبيلين والبوليثيلين اللي هما طبعا في الحالة العادية بتاعتهم مفهومش شفافية عالية الا في بعض الاستثناءات، طبعا البلاستيك دايما دائم عليه التطوير، ولكن النورمال او القاعدة الاساسية بتاعتهم ان هما الشفافية بتاعتهم ما بتبقاش شفافية كاملة، بيبقى فيها نسبة بياض شوية. والمعروف برضو ان هما مش من الخامات اللي ليها قوة تحمل عالية، فعشان كده بتستخدم في الكوبايات والاطباق، وليها استخدامات خفيفة ما فيهاش استخدامات هندسية زي ما في الخامات اللي هنشوفها في عائلة الامورفس، اللي بيبقى منها خامة زي البوليستيرين، اللي بيطلع منها خامة زي الهاي امباكت بوليستيرين اللي هي مضادة للصدمات، وخامة زي الاي بي اس،
ودي بداية الخامات الهندسية وبداية الخامات اللي بتتحمل إجهادات بشكل نسبيا عالية شوية، وخامة زي البولي كربونيت طبعا اللي هي من أعلى الخامات تحمل الإجهادات، وفيها الشفافية العالية زي ما قلنا اللي هي ممكن فيها درجات تضاهي شفافية الإزاز. طبعا لكل قاعدة استثناء. في عائلة السيمي كريستالين في مادة زي البولي أمايد، مادة قوية جدا تتحمل إجهادات عالية جدا. على الناحية التانية برضو في عائلة الأمورفس في مادة زي الـ ABS، مادة الأصل بتاعها مش شفاف معتم، ولكن احنا بنتكلم على الأغلبية بتاعت العيلة دي والأغلبية بتاعت العيلة دي، زي ما كتب فرقت ما بين العيلة دي والعيلة دي. خدت الراجل بتاعك اللي لسه متعين جديد وعرفته نشأة البلاستيك وعرفته الخامات وعرفته ايه الفرق ما بين الخامات وبعضها، وكمان وريته الاستخدامات بتاعت كل خامة، المنتجات المشهورة في كل خامة كمعلومات أساسية لازم يبقى عارفها. يبقى فاضله عندك حاجة واحدة، انه ازاي يعرف يفرق الخامات عن بعضها، وده باختبار اللهب، لان مش معقولة كل مرة عشان يفرق ما بين خامة والتانية يروح معمل. لا، انت ممكن في خلال وانت واقف تبقى عارف اداء الخامة، عارف شكلها، عارف البريق بتاعها، عارف كمان لو اتعرضت للهب هتطلع ريحة عاملة ازاي، وشكل الدخان هيبقى عامل ازاي، وشكل اللهب كمان هيبقى لونه ايه. وكل المعلومات دي طبعا اللي قلناها قبل كده في مجموعة الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الخامة، اللي برضو هتلاقي لينك الحلقات بتاعتها في المصادر. تالت نقطة معانا النهاردة هي التجفيف، والمعلومة المهمة اللي لازم تعرفها عن تأثير الرطوبة على البلاستيك، وتعرف ان الرطوبة هي العدو الاول للبلاستيك، فعشان كده مرحلة التجفيف هي مرحلة مهمة جدا لازم يعدي عليها البلاستيك قبل عملية الحقن. وكان لينا فيديوهين مهمين جدا عن الرطوبة وتأثير الرطوبة على كل خامة، وتأثير الرطوبة على عائلة السيمي كريستالين الشبه متبلور، وعلى عائلة الامورفس الغير متبلور، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك اثناء الحقن في حالة ان انت ما جففتش كويس او ما جففتش خالص. مهم جدا الحقيقة ان انت تشوف الفيديوهين دول وتركز فيهم كويس، لان بيقوم عليهم مشاكل كتيرة اثناء الحقن لو تجنبنا عملية التجفيف او كان فيه نسبة رطوبة، واللي برضو هتلاقي اللينك بتاعهم في المصادر. طبعا درجات الحرارة بتاع التجفيف كل مادة والزمن اللازم للتجفيف ليها بيبقى موجود في الداتا شيت بتاعت كل خامة انت بتستخدمها، وبيبقى موجود على الدراير او المجفف نفسه. وكمان المعلومة دي قلناها على كل خامة من الخامات اللي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي اللينكات بتاعتها في البوست. هنكتفي بكده النهاردة، وهنكمل ان شاء الله الحلقة الجاية في مرحلة تجهيز الخامة. ومهم جدا من هنا لحد ما نتقابل تاني تكون جربت الجزء العملي في النقط اللي اتكلمنا عليها النهاردة. احنا بندي الجزء النظري والجزء العملي عليك انت، محتاج تقارن الخامات ببعضها، محتاج تشوف اداء كل خامة، اللمعة بتاعتها، المرونة بتاعتها، ازاي تفرق ما بين خامة والتانية. جربت كل خامة كده تولع عليها بكبريت او بولاعة عشان تعرف شكل اللهب، ريحة الخامة، وشكل الدخان كمان اللي طالع منها. راجع الكلام اللي قلناه في الحلقة ده تاني من تأثير الحرارة على كل خامة، سواء حرارة الفرن والزمن اللي بتتعرض ليه الخامة اثناء الحرارة، او حرارة التجفيف. يعني مثلا خامة زي البوليبروبولين اللي بتنتمي لعائلة السيمي كريستالين، لو هي المفروض انها تتجفف ساعتين وتثابت 3 ساعات هيحصل ايه؟ او عالي عليها درجة الحرارة بتاعت المجفف 10 درجات كمان يحصل ايه؟ في المقابل في عيلة الامورفس خامة زي البوليستيرين لو تثابت ساعة زيادة يحصل فيها ايه؟ او لو تعرضت لدرجة حرارة 10 درجات او 15 درجة زيادة يحصل فيها ايه؟ محتاج افرق في الاداء بتاع كل خامة، هيساعدني كتير جدا اثناء التشغيل وفي المرحلة اللي انا هدخل فيها على المكنة وابتدي التشغيل. ما تنسوش الجزء العملي، ونشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.